قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان. وقالت المصادر أن الغارة الأمريكية بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وأوضحت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جون بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية التخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.